قتل 25 شخصا على الأقل في غارة استهدفت سيارات مدنية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوروجيا. وقال حاكم الإقليم الأوكراني ألكسندر ستاروخ إن القوات الروسية استهدفت قافلة إنسانية من المدنيين، بينما اتهم الانفصاليون القوات الأوكرانية بإطلاق النار على المدنيين. من جهته أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم متهما روسيا بالوقوف وراءه. وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه يجب محاسبة المسؤولين. ما إن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعترف باستقلال زابوريجيا إلا وسقط العديد من القتلى فيها. قضوا إثر استهداف قافلة إنسانية على الحدود بين الشطر الأوكراني والآخر الذي تحتله روسيا. كييف وجهت أصابع الاتهام إلى موسكو بالوقوف خلف الهجوم الدامي، لكن السلطات الموالية لروسيا في المنطقة رفضت رواية أوكرانيا متهمة الأخيرة باستهداف القافلة. وفي خرسون المنطقة الأخرى التي وقع بوتين مرسوم استقلالها قتل مسؤول في الإدارة المحلية الموالية لموسكو. تقول السلطات هناك إن المسؤول الأمني قتل في ضربة وصفتها بالمحددة الهدف نفذتها القوات الأوكرانية بصاروخين أطلقا من نظام هيمارس على منزله. المشهد لا يختلف في دنيبرو وسط البلاد، قتل شخص بقصف صاروخي روسي بحسب السلطات الأوكرانية. يصاب أشخاص كذلك في قصف على مدينة ميكولايف. يتحدث حاكمها عن صواريخ من نوع S-300 أصابت مبنى سكنيا ودمرت طوابقه العليا. تصعيد على جبهات عدة يتزامن مع تصعيد آخر وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالخطير، ألا وهو ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا ووضعها تحت مظلتها النووية، وهو ما أكده الكريملين. يقول إن أي اعتداء على تلك المناطق هو اعتداء مباشر على روسيا، وإن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتغير. وبين ركام الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية ومراسيم الضم الروسية تتلاشى وتضيع آفاق السلام.